السلام عليكم، انا علي زيدات عبد الله، الاخ ديال الضحيه اللي ضاعت لي اختي هنايا. مشاو الناس من العائله راه ضاعوا في هذا الدار هذا في هذا المنزل هو، وكان نشدوا جلاله الملك باش هذه الرساله توصل ليه، الله ينصره والله يشافيه لينا. وبغينا الناس، بغينا الناس يوصلوها للساكنه ما ياكلوا. الناس راه ما عندها لا ما لا ماكله لا والو. كاين الناس اللي ماكلت 24 ساعه ماكلت هنايا، وكاين الناس اللي مساكن متضررين، الناس راه باقيين تحت الارض وباقي الناس كي عاطين الريحه. والحاجه الوحيده اللي كنشدوا بها جلاله الملك يصفت الناس بعدا ما ياكلوا، لا غطاء لا ماكله. كاين الناس، انا راجل اختي هو مسكين، راه ملي توفات ليه مرته احوايجو ما بدلهم، احوايجو كلهم تحت الارض، راه ما لقى مسكين ما ياكل وما يلقى. والتفاته كاينه، كاين المخزن، هذاك الشيء راه المخزن كيسرح على الطريق. بغينا الوسائل ديال الاعلام توصل لهنايا ديال الدوله، وبغينا الماكله توصل لهنايا الناس. راه كاين الناس مساكن اللي ما لاقين حتى الماء، كاينين الناس مساكن اللي غير كيشريو الماء، كاينين الناس محسنين كيشريو الماء وكيجيبوه لهنا كيعطيوه للناس اخرين. الناس كيشريو من جيبهم، الناس كيشريو من جيبهم. حنا مشينا كنقلبوا على الخبز للناس باش ياكلوه، ورغم ذلك حتى الخبز ما كاينش. وهذا الشيء هذا راه حشومه، هذا الشيء هذا صراحه الله. زعما هاد المنطقة هادي مازال ما وصلت حتى شي مساعدة. حنا بصفتي، أنا بصفتي الزدابة من تحت النوت، يلاه دابا مع الوحدة ونص دز من تحت النوت، كاينين الرمايك مشارجين، ولكن راه كيتلقاو لهم في الطريق، تيوصلوا للأسني كيتلقاو لهم في الطريق، ما كيخليهمش يدوزوا حتى لهنايا. وفينا هما السلطات؟ فينا هما ويرقان؟ هذا ويرقان، هذا ويرقان راه معروف واحد المنطقة سياحة أولا، بعدا راه كيدخل السياحة للدولة. وفين هي السلطات اللي غيخليو هنا يدوزوا لهنا؟ كيجيو كيتلقاو لهم في الطريق، راه حشومه. راه كاين الناس اللي مساكن متضررين، ما لاقين حتى الماء يشربوه بعدا. وكنتمناو من الله تعالى، هذا ابتلاء من عند الله، حنا حامدين به الله وشاكرينه، ماشي كنقولوا لا ولا هذا الشيء خايب ولا. كاينين الناس هما حدانا هنا هما باقيين كيجبدوا فيهم تحت الارض، راه الناس راه عطات الريحه مع الصاد، والناس راه عاطيه الريحه. فين هما؟ فين هاد المعدات؟ خاصنا المعدات باش يجبدوا بعدا الناس، باش يعتقوها الناس. راه كاين اللي خنز دابا، بنادم راه غتجبدو مدود، خاص الانسان معدات بعدا يوصل لهنايا. فين هما لي زيكوبتير؟ فين هما هاد الشيء هذا؟ راه ما كاين حتى حاجه. المخزن هو كاين، متفقه معكم، ولي جوندارم كاين، كاين العسكر، ولكن باش يوقف عندنا حنا العسكر بحال هكا نبقاو نشوفوا فيه، نشوفوا فينا. راه هذا راه ماشي حل، راه حل هو بعدا. اول حاجه هو بعدا توصل الماكله، معاونة بعطاو الغطاء، خصو يكون الغطاء، خصها تكون الماكلة. أما هادشي هذا راه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.